مات. اه هادي من المدام ديالي الله يخليها لي، وفا الخوافة. كنضادر ما نكذبش عليك، 5000 درهم. هادي 55 ب50 ألف خويا، عند خويا غلوس وديديكاس. خويا تسروال هذا بعدا كيقولوا له نملة بالجملة وناموسة بالجملة. هادي في قندهار اللي كيتسالى مع 10 ديال النهار. فك حك زاد حك. إلا طلعت الجعبة كشكش اللعبة، كشن طاح في حفرم. قندهار اللي كيتسالى مع 10 ديال النهار، فك حك زاد حك. شكون دا العجل؟ كر تاتا تحاتح وعيشة فاتح وبنت القجيلي، العشيش بالريبون والعوينة بالنشفون والثور طيش القرنص. نملة بالجملة وناموسة بالجملة. كعكع في الطاجين ما عندناش وما خصناش، اللي بغانا نبغوا واللي ما بغانا نبغوا. السلام عليكم الخوش ومرحبا بكم في فيديو جديد. معنا خالد المعروف بالوحش. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام خي خالد. بغينا نسولك على الاوتفيت ديالك، بان السيل ديالك ناضي اللهم بارك. مرحبا اللي كبر بك خويا. شنو نقول لك، باش بغيتي نبداو بهذا الجيل هذا؟ الجيل هذا خويا شنو نقول لك، هذه بياسه ديال برا ديال ليه 1500 درهم. 1500 درهم اللهم بارك. اين بلاصه في برا خويا؟ هادي في قندهار اللي كيتسالى مع 10 ديال النهار. فك حك زاد حك. شكون دا العجل؟ كر تبارك الله على النويطات. شد صويك هذا. هادي خويا اليوسيد ميريكان، تحيه للعموم الله يحفظك. ولي جبالي من تما وليني راه داير الثمن. بالي فيها بار في الموسيقى كانت مزك، كنمشي كنخرج بيها كنطلق الهيد ديالي. ياك اخاي ديالي. شحال الثمن ديالها خويا؟ 2500 درهم اللهم بارك. واد البيل هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا شغنقول نقول لك اخويا، هذا من ديكاطلو، وماشي ديكاطلو ديال المغرب، ديال برا، ديال اخويا ب 1500 درهم وليني المليح. اللهم بارك. باينه بياسه مليحه. سما خويا السنيسله هذه فيها 55. هذه 55 ب 50 ألف خويا، عند خويا غلوس وديديكاس. الكويس كيطا اخي الزين. هذه المليح 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 المليح. انا كاسكيطه خويا هادي شنقول لك، ما نقول لك 2000 درهم، ما نقول 3000 درهم، ما بين وبين 2500 درهم. 2500 اللهم بارك. واش زعما انت عادي عندك انك تصرف هاد الفلوس هادو على الحوايج؟ خويا اش غنقول لك، اخوك الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. عندي جوج القوريات، كاينه وحده كاينه في فرنسا كتصيفط لي مقسم الله، وهاد خيتي اخرى عاوتاني كاينه في الصبليون. المهم عايش فهمتي. الله ديديكاس لمانويل لو او سميت مال اخرى كاع تلفات ايزابيل. مالوين او از مالوين لا ايزابيل. نضيد راه اخي شحال الثمن ديالو خويا؟ دابا سولتيني على المليح، هذا هو المليح المستوني، الجاز الالماس المذهب خويا. نضادر ما نكذبش عليك، 5000 درهم. اللهم بارك اخي ديالي. وهاد السريويل هذا شحال الثمن ديالو خويا؟ السروال هذا بعدا كيقولوا له نمله بالجمله وناموسه بالجمله. عرفتي علاش؟ ما عرفتيش علاش؟ انا ما عرفتش علاش، وريني. المهم الله اكبر كبير على الحق. السروال شويه قاصح في الثمن، 1,600,000. اللهم بارك. والصبر ديال اخي؟ الصبر ديال الايرفوكس، اخر ما كاين في الايرفوكس، الملاح الملاح وزباله التلاح. انا خويا الصبر ديال هادي كتمشى بالضو، داير اخويا 3700 درهم. خايل خواتم الالاعيب. هاد الخواتم هذا نهار لقبوني بالوحش، حيت كنت هزيت واحد الشجره فيها 700 طون. اللهم بارك. وهاد السيد جا عندي حتى هو في لافرونس، قال لي مسيو، قال لي غوغاردي موا وحش، قال لي خد هذا كادو، عطاني مسكين كادو، تحيه ليه مسيو بريزيدور بونتور. والخواش من الاخرين الاشاويش هذا كانت عطاتو لي عتيقه بنت فاتيقه العوجه، هذا كان عطاه لي رشيد مول الذهب. اللهم بارك اخاي. خلاص هذا اخويا شنقول لك، هذا من المرحومه، هذا ما خصنيش نبقى نديرو الصراحه. بلا ما تكسر سميتها راه القلب كيتقطع، القلب كيتقطع. حياتي كنشوفها كيف الشوك وانت كيف وريضة، غنعمل ولادي كيف ما كان الوالدي عمي خوتي في الله لي بي. والقرميط هادي من المدام ديالي الله يخليها لي، وفا الخوافة. هي انت مزوج ان شاء الله في الطريق؟
واخاي ديالي شكرا بزاف لا سي هو مشكور ولاني ما سولتينيش على الصوات اش دابيه المكانه ماشي الشاشه اخاي هاد المكانه خصك تعرفوا هاد الحاجه خويا عندها قصه طويله خوك كان مسكين فيه لا ريح مسكون كان ساكنني موحل الجزار فهمتي كيفاش كان كيقول لي والو من الذهب ما تخلق فهمتي كيفاش المهم ما علينا واحد النهار مشيت لسيدي علي قدمت واحد الضروبه في سبيل الله هي هذيك فين جا عندي واحد الشريف ضربوا واحد اللبسه كامله الوان قال لي الساعه غديرها في يدك عمرك تحيدها انا غادي تحيدها غادي تفرك اخويا ما كنحيدهاش كنعس بيها ونفيق بيها وندخل الملحد بيها كلشي بيها ياك اخي وشحال الثمن ديالها خويا الشريف قال لي هادي الثمن ما عندهاش قال لي هادو راه ديال صحاب المكان اخويا كان خاف من هاد الشيء ديال ما يمكنش تكون الثمن ديالها شكرا بزاف اخاي كنشكروك شي كلمه اخيره تبغي تقولها للناس والاخوان اش غادي نقول لكم هذا هو الوحش ولد الحاج برا معروف اللي قتلو الوحش المسركل البنادم كيشوفو كيتفركل فهمتي كيفاش وبلا ما نكلاشو في بنادم بلا ما نكلاشو راك عارف خلاص برقلة ديال الصقل بلا ما انسى الخباطة خمسة وخميس على خميسة وشكرا خويا والتحية للاخ ديالنا ومرحبا بك خويا في بلاد الحاج الله يحفظك اخي شكرا بزاف تهلاو الخوت العز بيز